كلمها دلوقتي سالتك قالت لك انت متجوزه، قلت لها اه. طب صرخه زوج، هل انت شايفه ان جوزك مثلا تاتش وود يعني طيب قوي مثلا، فاللي هو نقف بقى معاه مع المشاكل اللي هو بيعاني منها، او انت شايفه ان ايه اكتر المشاكل اللي الراجل بيعاني منها مع زوجته؟ بصي، لا هو مش قصه ان جوزي طيب قوي يعني ولا حاجه. مفيش راجل بيبقى طيب، احنا معترفين ان الرجال، عشان انا برده مش عايزه اقول لا الراجل هو مسالم تماما والست هي اللي شرسه، انا مش قصدي كده خالص، بس انا بقول ان هو الراجل طبيعي ان هو بيبقى اناني، بيبقى طفل بطبعه. بس وانا جوزي زي اي راجل يعني، بس الفرق ان انا عارفه اتعامل معاه، عرفت اتعامل مع الطفوله دي، عرفت اتعامل مع الانانيه دي، فاكتشفت انه لا الرجل ممكن ان هو يبقى مسالم جدا معاكي لو انت طبعتيه. ازاي بقى؟ يعني انت دلوقتي قلتي انك بتعرفي تسيسيه وبتعرفي تتعاملي معاه، ايه الخطوات بقى اللي انت بتقومي بيها برضو ننصح بيها كل الزوجات اللي بيشوفونا دلوقتي؟ ان هي لازم تفهمه، ولازم ما تحسسهوش ابدا ان هي اقوى منه، رغم ان هي اقوى منه، يعني دي حقيقه خلاص احنا لازم نعترف بيها، الست اقوى من الراجل. ولكن هي ما ينفعش تبقى جوه البيت يبقى فيه نديه، تمام؟ بس النديه بمعنى ايه؟ يعني في رجاله مثلا بيشوفوا ان هم لو هانوا زوجاتهم لفظيا او مد ايده عليها ما ينفعش يبقى في نديه في الرد، يعني انا بشوف يعني بتشوفي ده ازاي؟ دي حالات استثنائيه، دي حالات استثنائيه في مجتمعنا، حالات استثنائيه. دي حالات استثنائيه، انا ما نقدرش نقول ساعتها ده اوريدي ده خلل، فما اقدرش اقول لا اصل يبقى الزوجه ما ينفعش انها ترد على زوجها، لا مش ده يعني، ده اللي مش قصدك بيه. انا بتكلم على الحالات السويه، ازاي ان احنا شكلها ايه الحالات السويه؟ ما احنا عايزين برضو ندي امثله للناس عشان تبقى فاهمه، لان ممكن واحده تسمع كلمه ان دي تفتكر ان هو لو شتمها او لو مد ايده عليها لا ما تردش وتقعد ساكته، لان دايما في نصائح كده من النصائح العامه اللي بتتقال، يقول لك ايه اما تلاقيه منفعل قوي ما تقفيش تزعقي قدامه، اسكتي خالص لحد ما يهدى وابتدي تكلمي معاه. فممكن دي تتفهم على محمل تاني، ان استحمل الاهانه والشتيمه واسكت عشان يهدى، فيعني ما هو اللي هيشتم هيمد ايده بعد كده. بتهيألي انه يعني انا هشك فيكي انت هتشكي فيا، انا هعمل كذا انت هتعملي كذا، يعني هي دي بتهيألي هي النديه. الروايه بقى مش نازله كعلاج للمواقف دي، الروايه نازله وقايه، ان احنا ازاي نفهم بعض عشان ما نوصلش لكل ده. ما هو بمجرد ما دخلت المشاكل بالمنظر ده خلاص، يعني ما الاحترام، احنا بنفقد الاحترام ما بين الطرفين. لكن انا بعرض في الروايه ان احنا ازاي ان احنا نحمي نفسنا من الاول من القصه دي، نحمي ازاي نفسنا من فكره الصراع الدائم ما بين الرجل والمراه والنديه المبالغ فيها واللي دايما بيصدره المجتمع ده، بس اللي احنا بنحاول ان احنا نشيل الغطاء من عليه فالدنيا تهدى شويه، فنوصلش لمرحله ان احنا ممكن نشتم بعض ولا ممكن نضرب بعض ولا ممكن الست لازم تضرب.